عبدو افتتح المجمع التجاري سيدي. ولي مبروك، ألف ألف مبروك يا أستاذ عبدو على افتتاح المجمع التجاري. ولا يهمك، حنا معك والله معك إن شاء الله. لا أبشر، أعمل لك تغطية صحفية ممتازة. شكرا كثير لك، يخلينا إياك. مع السلامة حسون. عيونه، من هاللحظة هاي أنت مسؤول عن كل السوق، وراح يكون تحت إيدك معتز ومأمون وكل شيء بيشتغل عنا، مفهوم؟ كله كله إيه كله كله، وبدي إياكم تحتاطوا لكل كبيرة وصغيرة. وأي زبون بيجي بتحسوه إنه قاري وفهمان ومطلع على حياة عالم أو فيلسوف بتراعوه، عرفت؟ يعني بتعطوه براس ماله فقط لا غير. هذا المثقف الفهمان لازم نحن نكون معه، هذا زبوننا، مفهوم يا حسون؟ مفهوم. عيب، خلص عمل لك عيب. انت شو قلبتي كياني؟ مخولتيني. نحن لازم نتجوز باسرع وقت. شو 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 الحكي انت؟ لازم تعطيني يعني مهله مشان افكر، مشان انا احسب حسابي يعني. تحسبيها كيف؟ تحسبيها يعني؟ يعني بدي اشوف اذا عواطفي يعني من جذبه تجاهك او ناحيتك ولا مو من جذبه، يعني ما بصير هيك. بس انا عواطفي. عيب هلا استنى. بس انا عواطفي من جذبه نحوك. انت عواطفك ما انا مهذبه بصراحه يعني، بس انا عواطفي ساميه. بعدين تقل لك حسك عينك تكون عم تضحك علي، يعني انت بتتقل هدول بظن كبل للكلاب. ها اوكي شو صار؟ بدنا شي 400 وتر بروف، 300 كفرتين، و200 كريب، واذا في شي 700 شورجيت كمان. ايه زبطي، مع السلامه. يلا معك، بس بسرعه شوي لو سمحتوا لانه البضاعه عم تروح عوام. بسرعه، مع السلامه. جميل جميل وحلو وكتير مرتب هالمحل. عجبك هالمحل؟ فعلا جميل جميل. هذا لانه جديد، حتى المجمع كله جديد. هو هذا المجمع لمين يا ترى؟ لا اخي عبدو. اخوك عبدو؟ ايه نعم. تعرفه؟ الحقيقه انا سامع عنه. شو بتسمع عنه؟ انا بسمع انه بجاكر يلي اكبر منه وبيضايق الناس وبيحط عصي بالعجلات. لعلمك اخي عبدو ما بيجاكر حدا، ولا بيتطاول على حدا، ولا بيحط عصي بالعجلات تبع حدا. زيتون هو اللي بيعمل الحركات. هيك زيتون حاف؟ ايه حاف، انا ما بحب اكله مع الخبز. انت وقح. احترم حالك ولا تقلل ادب عندي بالمحل. لا هيك انت عم تتطاول على اسيادك. ها فشر واحد مثل زيتون يكون اسيادي. روح قل له لزيتون افندي انه عبده وحسون ومعتز ما رح ينتخبوك. هو مو مستني واحد مثلك او مثل اخوك حتى ينتخبوك.
ونكاية فيك وفيه روح له انه عبده نازل على الانتخابات. شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ شو صار لك؟ شو صار لك؟ ولا شيء، واخيرا التقينا يا حياتي. بين الاطلال يا شرشر. شو هاي الاطلال؟ هذا فيلم انا شفته اسود وابيض. سوسو؟ سو؟ تسمحي لي اسالك سؤال؟ تفضل يا شرشر. بس السؤال محرج شوي. اذا كان محرج بلا ما تساله. هو مهم كثير ها. اذا مهم لا لازم تساله. قديش عمرك سوسو؟ سو؟ يعني انت قديش بتعطيني عمر؟ 20. لا شو 20؟ صغرتني كثير انت الثاني. بتعرف انا قديش عمري؟ انا عمري بالضبط بالضبط يعني 21 و3 اشهر و4 ايام ونص و5 ساعات. يا وزحم شوي شوي. يا مها. مين هاي مها ولا؟ قصدي انت مثل المها. انا؟ بزلتني. سيدي انا تاكدت انه هذا كل اللي عم يعمله عبده مشان ينافسك بالانتخابات، بده يشلحك كرسيك. انا كنت متوقع هالشيء. هذا شخص تحتاني مثل الحية، مثل الحرباية فرجيني بختي فرد شكل. بس على مين؟ انا صحيان له، انا زيتون. رح ارد له كيده بنحره، رح اخليه يقول ان الله حق. لكان انا قلت ما رح تسكت له، رح تربيه وتعمل له درس ما ينساه منوب. وشو بتقترح علي حربو؟ شو رايك؟ شو رايك بهالصور؟ يعني انا ما بهمني الصور اللي فيها بهوره هيك وهي ما بحبها. جميل، اذا انا ارى ان هذه كويسه. ايوه. اوكي؟ ايه. وهاي؟ ايوه. وهي هاي الثلاث. طيب ماشي. يعني اللي بهمني اكثر من الصور هو الكلام يا استاذ جعفر. لا من ناحيه الكلام اطمن. انا لك علي اني اكتب كلام جميل وكلام ممتاز. وخصوصا ان اكتب اهتماماتك في الوطن والمواطن والثقافه. نعم. من ناحيه هذه اطمن ابدا، بس انتبه بدي اياك تحتاط، ما بدي اللي صار بالسوبر ماركت يصير مره ثانيه. خلص ان شاء الله، الله يستر. اوكي ماشي. قد ايه هاد؟ هاد؟ ايه $8. دولار؟ ايه $8. واذا بدك بعطيك اياه بنص قيمه، بس على شرط إذا بتعرف شي عن أي فيلسوف أو عالم عربي وبتحكي لي عن تفاصيل حياته بعطيك إياها بنص قيمة. يعني بتضحك علي؟ مو عيب عليك؟ لا يا رجل عم بحكي معك عن جد، ما بمزح معك أنا. إذا بدك خوض بضاعة قد ما بدك بحيث ما يتجاوز ثمنها يعني الحوالي $1000 بعطيك إياها بنص ثمنها، بس على شرط إنك تحكي لي عن حياة فيلسوف أو أديب عربي وتحكي لي عن تفاصيل حياته. معقول عم تحكي عن جد؟ لك يا رجل كم مره بدي اقول لك عم بحكي عن جد؟ عن جد عم بحكي، شو عم بمزح معك انا؟ وليه عم تعمل هيك طيب؟ خلص روق اللي بدك اياه بيصير، بتعرف؟ ايه خذ عندك الاندريسي مثلا. الاندريسي؟ قصدك الادريسي؟ اللي هو ايه بينفع الادريسي، هات شوف شو بتعرف عنه؟ يا سيدي هذا عالم عربي مهم، عالم جغرافيا مهم، وهو اول واحد رسم خريطة العالم. حلو، يعني هلا صار لك معي نص الفاتورة. وهذا يا سيدي خود عندك. هات لشوف. عفوا بالله بديش هاي؟ ليه رايت لك يا معلم؟ معلم؟ ايوه اللي. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. اهلين وسهلا. بلا بكم هاي؟ هي بدك اياها بجياب ولا بلا جياب؟ بجياب. شوف بجياب حقها 200 وبلا جياب ليكون معلوماتك كمان حقها 200. طيب وهاي؟ هي حقها 100. انت انو بدك هي ولا هي؟ ما بت... هي هي. طيب ماشي، اذا بدك شوف اذا حافظ شيء عن الوطن في تخفيضات نص القيمه، حافظ شيء؟ معناتها الكلام اللي سمعناه مزبوط. لا مزبوط تمام، حافظ شيء يعني؟ حافظ. تفضل. فوق النخل يابا فوق النخل فوق فوق النخل فوق. طيب شو رايك بدل ما تاخذ هي القطعه نزلها كل قطعه يلي فوق النخل فوق. مو مشكله معي. ماشي دقيقه خليك. اهلين استاذ. قديش يا عمي؟ ما بنختلف اخي،
نحن عنا العادة إذا بتعطيني أي معلومة عن أي بلد عربي بتاخدها بنص حقها. بسيطة. هات لشوف. أكبر دولة هي السودان. يا سلام. وأكبر عدد سكان هي مصر. بري عليك. وأكبر دولة مصدرة للنفط هي السعودية. يا سلام مزبوط. هات حقها. شي معقول؟ شباب. ليه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. هي المي للشرب؟ ايه تفضل اشرب. لو سمحت. تفضل شباب. الحمد لله. صحتين وحنا. على قلبك. عفوا انا يمكن بتهيألي اني شايف هالوش قبل هالمرة. وين؟ شايفني؟ هيك بهالموديل بهالطاقية بهالنظارات هي؟ لا الحقيقة مو بهالطاقية وبهالنظارات، موديل تاني مختلف بس كتير بيتطابق مع هذا الموديل. على كل أهلا وسهلا فيك. مو مهم مو مهم. معناتها مو أنا ولا يهمك، اطمن. أهلا وسهلا فيك. شو بتأمر؟ شو بقدر بخدمك؟ أنا بدي نقي شغلة خاصة على ذوقي. ايه تفضل المحل بحسابك. عفوا معكم قداحة اذا بتريدوا؟ ولاعة 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 على عيني. في ولاعة شرب. والله بس ما قلت لي من شان شو بدك الولاعة؟ بدك تحرق شيء مثلا؟ ايه نعم هيك قال لي معلمي، حرق المحل وتعال عندي. ايه اذا شغلة محل بسيطة بحسابك. لا شو بدك تحرق المحل؟ تعال هون انزل ايدها. طب البلا وشتك انت اللي بدك تحرق المحل. لا استنى علي شوي لخلص مهمتي وروح. ايه شو استنى عليك؟ ايه شو انا فاتح لك هون تكية مش هتحرق؟ عزو عزو عزو. لك شوفي شبك يا شبك بلوش. لا عطو. منو هذا؟ في واحد كان بده يحرق المجمع كلياته. لا الله وكيلك. وينه؟ هلا شفته. وينك ليكو؟ عندي بالمحل مربطه ومخليه عندي، ربطته كله بالحبال. وينه بالمحل عندك؟ بالمحل هلا رح اروح عنده لمعمون. طيب طيب يغادر باتجاه محل حسون وهو قلق. وينه؟ وينه؟ محل حسون وينه؟ 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 لك وين بتحرق المجمع؟ انا تركته هون وحتى بالعلامه اعطيته الحبله وقلت له اربط حالك لين ما اجي. لك انت مجنون انت؟ بهالايام ما بيتامن بحدا، ما تامن فيك انت، انت لازم تربطه. شو بدي اعمل يا معتز؟ كنت ملهوش واللهجه بتلهج يا اخي. تلهج؟ هذا المصيبه اللي سويتها؟ شو سايب حالنا هلا؟ صدقني التهجت يا مامون. خلص اتركه عم يلتهج، التهج. غبي غبي، ضوات علينا فرصه كبيره. اكيد اني اخذوا احتياطاتهم سيدي. لك ايه وبعدين شو الحل؟ لانه نحن اذا سكتنا عليه اكثر من هيك بضواني. عندي اقتراح بتاخذ فيه سيدي. لك اقترح. شو رايك تفتح 3 محلات تجاريه وعواض ما تبيع فيهم ببلاش بتبيع ببلاش وبتدفع مصاري كمان؟ هل هذا اقتراح؟ ولا بيخطر على بال انسان ما هيك سيدي؟ اتم فرن فرن، هل هذا اقتراح؟ ولك هذا حكي؟ بدك اني بعزل ثروتي مثل هذا المجنون؟ يروح عليك الكرسي ها؟ ولك تروح روحك من صدرك. لك انا اساسا داخل على الانتخابات مشان زيد ثروتي مو تنقص. ولك العمى بعيونك. ولا فكر بحل ثاني عوام. ما في غير تهاجر سيدي. هاجر؟ ايه ايه يعني تهاجر لك على شي بلد ما يكون فيها عبده. حربو انت سمعت اني ارتكبت شي يوم جريمة قتل؟ لا والله لا. اليوم رح تسمع اني رح ارتكب جريمة قتل فيك. معقول؟ انا ما عم صدق يعني هذا واقع ولا حلم؟ الا واقع مو حلم يعني. اما ينزل لي هيك خبر وصورة كبيرة ما عم صدق. عبدو انت مواطن صالح، مواطن غيور وتستاهل اكثر من هيك. بصراحة يا استاذ جعفر يعني ما كنت مفكر هيك، يعني كنت مفكر ينزل لي خبر صغير قصقوصة. انت ان شاء الله من بكرة باذن الله تعالى ينزل لك عمود، العمود هذا بشكل يومي، نذكر فيه مجهوداتك وما تقوم فيه من خدمة الوطن والمواطن. شكرا كثير يا استاذ جعفر، شكرا كثير يا استاذ جعفر، لو ماك ما كنت عارف شو بدي اسوي. العفو.
أنا ما بعرف شو عملكن هذا يلي اسمه عبده حتى عم تعملوا له كل هالدعاية وتكتبوا عنه. قديش دخلك دافع لكم هذا؟ قديش دافع للجريدة؟ أنت عارف إنه نحن ما بنشرب المال، واللي بيملي علينا ضميرنا بنكتبه. إيه بس واضح إنه مجندين نفسكم لخدمته. هذا الشيء اللي عم تعملوه تكتبوه عنه دعاية انتخابية. المكتوب صحيح 100%، بإمكانك تتأكد منه. ونحن كصحافة مهمتنا الإشارة للصح والإشارة للغلط. والأستاذ عبده باللي عم بيقوم فيه من مجهود مشكور كتير، والكلمة أقل تعبير لشكره. لا أنتوا هيك رح تخلونا نسحب كل الإعلانات والدعايات اللي حاطينها عن مصانعنا ومعاملنا. اسحب اللي بدك إياه، أنت حر. يا الحالة رح تخلونا نعمل دعايتنا الانتخابية بجرايد تانية. عمل اللي بريحك، بس بتخسروا الملايين هيك. ها المهم نكسب الناس ونكون صادقين مع أنفسنا. معناتها هيك انت عم تتحداني وتتحدى معلمي زيتون. وانت عم تهددني. نحن جايين نتفاهم مو نتعالق ونتخاصم. طالما هيك اسمعها كلمتين حطوا الحلا بإذنك يا أستاذ. نحن هون منبر حر للناس ولكل الناس، والإنسان صالح منشيد فيه ونثني عليه، والإنسان طالح منلاحقه وين ما كان ومين ما كان لحتى نال قصاصه. هلا هذا آخر الكلام؟ ايه هذا اللي عندي. شو بعد بندوره هي؟ يا اخي هاي جريده من الناس ولكل الناس. طيب انا بعرف كيف وقفكم عند حدكم بهالجريده، بسيطه. الى اللقاء استاذ جعفر. على الخدمه. المكتب مكتب. تسلم تسلم. مرحبا، الله يعطيكم العافيه. بالاذن، السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا يهمك يا استاذ جعفر، ولا يهمك، هدول بيضلوا ناس على الهامش وما لهم اي قيمه، صدقني. يلا بخاطرك. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ جعفر. مع السلامه. الله يسلمك. يا سلام، معقول اخيرا التقيت الفتاة اللي بحبها. وانا كمان يا شرشر، من طول عمري بحلم وانت جاي على حصان اشعر مثل تخطفني وتطير على جزيرة الاقزام. الاقزام؟ ايه الاقزام، بس لا تخاف، هنيك بنشرب من المي السحرية وبنسكن ببيت الحنس المتوحش ومنخلف عقارب سامة. شو قلت؟ قصدي منعيش مع العقارب السامة. وبعدين هيك بنركب على طائر العنقاء وبنطير لمدينة العجائب. سوسو حبيبتي، سوسو حبيبتي، شو؟ انت منين جايبة هالمعلومات الرقيقة يا روحي انا؟ لا ما بدي اقول لك. لا قليلي. ما بدي اقول لك. سوسو خلاص. لا تحرجني، ما بدي اقول لك. لا قليلي. انا جايبتك من افلام كرتون تبع السندباد. عبدو، ابنك عربي عم يتحرك. شو الحكي؟ بابا عربي، يلا يا حبيبي لا تأخر، مستنينك، محضر لك شغلات كتيرة. ها بس وينك ندى؟ لهلا ما شفت له مدرسة العربي. اسمع عبدو، ايه؟ انا بدي اعلم ابني باحسن مدرسة. ايه بس من هلا بدنا نتفق انا وياكي. شوفي يعني 6 ضرب 6 كيف؟ يعني انا بعلمه 6 شغلات وانت بتعلمي 6 شغلات. يعني انا راح اعلمه مثلا كيف يشوف بالليل، راح اعلمه كيف يسمع صوت المظلوم، راح علمه كيف يعد للعشرة، راح علمه زوايا التفكير، راح علمه والأهم من هذا كله إنه علمه كيف يشوف بالنهار. ما شاء الله، وأنا شو بدي علمه بقى؟ أنت حبيبتي بتعلمي التاريخ، بتعلمي اللغات، بتعلمي الحاسوب، السباحة، الرماية، ركوب الخيل. موافقة؟ طبعا موافقة. إيه يلا عملي لي قهوة لك. على عيني. شوي شوي، ها على مهلك. ستة بستة قديش؟ 36.
بتمنى لابني عربي انه ينعد اعداد جيد ويوصل لمستوى رفيع من العلم والثقافه حتى يفيد بلده واهله. بتمنى لعربي انه يكون مثال لكل شاب نزيه غيور على مصلحه اهله وبلده. بتمنى ابني عربي يكون الجيل الجديد القادم من ابناء الامه. عبدو عبدو ما بدك تبطل عادة الأحلام تبعك؟ كنت عم بسألك ضروري تروح على المدرسة هلا؟ ايه طبعا ضروري حبيبتي طبعا ضروري. بتعرفي يا ريت يا ريت اللي شفته بهالحلم يتحقق. وغبغتي عزو غلبغمي عاتو كغشي بسكة شرشعر. نعم يا روح شرشعر. طلب منك طلب انا اياك ثم اياك ثم اياك تتركني لحظه واحده بس. اتركك القلوب عند بعضها يا سوسو. بس شو؟ انا عندي مشكله. مشكله؟ شو هي المشكله؟ خايف تفهميني غلط يا سوسو. لا شو؟ انا فقير. فقر مو عيب حبيبي. شو عليه؟ شو فيه يعني؟ ومديون. مديون؟ لا شو مديون ما مديون انت الثاني؟ فوت قديش ديونك؟ قلي لشوف قديش؟ 25,000 بس. ايه مو مشكلة، هذا بيجيب أكثر من 75 لأنه أنا ما معي كاش مني. ليه عم تطلع فيي هيك؟ في شيء كمان بدك مصاري؟ لا 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 صدقيني ماني عارف شو بدي أقول لك، لأنه أنا من نوع الخجول. الخجول كثير كثير، يعني إذا حدا سلم علي بحمر وبتلبك وبرجف مثل الخشخيشه. ما هو غلط، زعلت منك انا يا استاذ، كثير عم بزعل منك، يعني اذا بدك تستحي من العالم كله مني انا ما لازم تستحي من حبيبتك، اللي شو بدك؟ بدك مصاري. اعوذ بالله، انت هيك عم بتهينيني يا سوسو، شو مصاري؟ الله يلعن ابو المصاري. شو لك عن اللي قصصت لي قلبي؟ شو في؟ امي بالمشفى. لا حماتي بالمستشفى، حماتي بدي قاعد عم بتحبني هون ومنزوره. كان نفسك طول عمرها بإسوارة مثل اللي لابستيها. هي على فكرة سوسو، أنت منين اشتريتيها؟ ولو لا يا شرشعر، هي هدية لحماتي. لا 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 أعوذ بالله، مو ممكن أبدا، مو ممكن أبدا. شو مو ممكن؟ بزعل منك خدعة. عم لا 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 خدعة، عن جد خدعة. طيب ماشي، بس بشرط. شو هو؟ بكتب لك فيها سند أماني. لا روح خلص، ما عاد بدي إياك خلص، زعلت منك. هلا هيك انت عم بتزعلني عن جد وعن صحيح، يعني ما في فرق بين الاحبه يا شرشعر. لك تسلميلي تسلميلي، شو غبيه، قصدي شو غنيه. غنيه بعواطفك وبحنانك وبقلبك الكبير. وغبغتي انزو لبغمي اتو كغشي. طول بالك. شو 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 طول بالي؟ لك عين احنا فاتحين حضانة هون، هو ولا مدرسة نعلم فيها الأولاد؟ طول بالك، يعني هي التربية بالبيت ضرورية وبالمدرسة ضرورية، بس طول بالك. عمو ليش هربان حبيبي؟ ارجع على الصف. ايه يلا حبيبي يلا. ايش موديات يا استاذ؟ شايف كمان بالكلمة الحلوة الواحد يعني بيكون بفهم الطلاب منيح. ما بصير بالضرب وبالإهانة وبالهي، يعني هذا الأسلوب من زمان تغير. والله عم يعزلونا يا استاذ. بسيطة، بقدر أشوف المدير؟ ايه على عيني. مين حضرتك استاذ؟ أنا عبده. أهلين وسهلين، تفضل تفضل تفضل. أهلين سهلين، تفضل استاذ. تفضل من هون. تفضل استاذ، تفضل أهلين سهلين. تفضل تفضل. تحياتي استاذ. اهلا وسهلا. امور انا عبدو. شرفنا يا عبدو، تفضل تفضل احكي حضرتك مين، شو بتريد، شو بقدر بخدمك، عجل شوي. يعني انا جاي اطمن على مستوى التعليم عنكم. عفوا استاذ. يا اهلا وسهلا، تفضل استريح. معلش محلك استاذ. ما بصير، تفضل استريح. شكرا. ليش ما قلت لي انه هو مراقب فني؟ وانا شو بعرفني استاذ. اهلا وسهلا، هات له شاي قهوه زهورات، يعني اي شيء بارد لانه الجو شوب كثير. سمعت؟ روح جيب له شيء بارد. حاضر حاضر استاذ، على عيني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. شو ما في مكيفات عندكم؟ اكيد عم تمزح، نحن رضيانين بالمراوح.
اطلبوا من الوزارة بيبعثوا لكم ما؟ توصياتكم يا سيدي ببعثوا يا أهلا وسهلا. تفضل يا استاذ. لا ما بقلبك بيك بيك. تفضل يا بيك يا استاذ. يا اهلا وسهلا. سخن كثير. عفوا استاذ ما في ثلج. لا ما بقلبك بيك بيك. شو ما في ثلج؟ ها محوح. عفوا عفوا يا بيك ما في ثلج. جيبوا برادات. منجيب برادات بتوصياتكم يا سيدي. إذا ما عجبك البارد منجيب لك شيء سخن. ما بدي غلبكم. ولو طلباتك أوامر أمور بس. طيب قهوة على الريحة. سمعت؟ قهوة على الريحة سخنة. حاضر يا بيك حاضر. يا أهلا وسهلا تشرفنا. يا أهلا وسهلا يعني بس أنا شايف إنه يعني في شغلات كتير ناقصة ومهمة كتير. المرافق العامة، ملاعب، شغلات للأطفال. توصياتكم يلي بتغير سماهم في وجوههم. انا شايف بوجهك البشاير. يا ريت تزودونا هالراتب شوي. الحياه غاليه كثير. هي اول يا شرف بعينك محطه. صحيح يا سوز. مو قدران عفرائك، مو قدران عفرائك يا سوسو. أنا اللي مو قدران بس شو أعمل؟ الحياة هيك شو ساوي أنا؟ رح تروحي وتاخذي قلبي معك. لا يا سوسو، صدقني أنا ما رح طول بغيت شو رح أأذي لك فورا ما بقدر على فراقك أنا. سوسو اذكريني. سأذكرك دائما يا حبيبي يا سرسر. رح يوقف قلبي يا سوس ورح يوقف قلبي. سافري بسرعة وخلصيني قبل ما يوقف قلبي. بدك يعني سافر قبل ما يوقف قلبي. عن جد حيصرك فيه؟ رح تجيني الجلطة. لا بعيد السر عنك. خلاص أنا اتخذت القرار. أنا بطلت سافر. شو؟ بطلت سافر. أنا رح أبقى جنبك يا حبيبي. بدي ضحي كرمالك بس. وأهلك يا سوسو وإخواتك وبيتك وعفشك وغراضك معقولة تتركيهم؟ عن جد شو بدي ساوي؟ وعبده وهديك سحورة الأعربة وهديك دايلة الحية سرسر. أروح سرسر. اسمع لله أنا رح أروح دبر أموري وجايب لك مفاجأة هالقد قدها. بس أنت انتبه لي على صحتك. الوداع يا سرسر. الوداع يا سرسر. الوداع يا سرسر. الوداع الى اللقاء يا سرسر. شو خلصنا سوسو؟ طلعت روحي يا زلمه. شو هاد؟ بعمري وحياتي ما شفت اغلظ ولا اغبى من هيك مخلوق. وينك شريف؟ عجل شوي. شو في؟ في صيدة تاني بس اسمان. اسمان؟ ايه؟ شو مستني من الصبح؟ يلا. يا اهلا وسهلا، اشرقت الانوار، نورت المدرسة يا استاذ. تفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، تفضل. خير يا استاذ؟ نوعية القهوة رديئة. ضروري تروح تجيب له من القهوة الرديئة. أنا بورجيك، روح غير له القهوة. خلص ما في داعي، يعني ما بدي شيء ثاني. شو رأيك تشرب زهورات؟ ما بدي غلبكم. ولو طلباتك أوامر بس. طيب جيب زهورات. سمعت؟ جيب له زهورات. حاضر حاضر. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا. بس كنت بدي اسال عن المدرسين، يعني شو مؤهلاتهم ويا ترى هن متخصصين ولا لا؟ آه.
ليش هيك عم يصير معك يا حسون؟ شو هالأفكار الغريبة اللي عم تفكر فيها؟ إذا سرقت رح أعيش شباب. لحما ليش هيك عم يتغير صوتي؟ وأكل كباب، وإذا ما سرقت رح أختر وإندفن وموت. كباب ولا تموت، عيش ولا موت. سوبر ماركت ولا حانوت. الاخ 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 ابدا اسرق. مسكتك يا حرامي. حسون 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 حسون. مين مين مركز؟ شو اللي جابك لهون؟ شو فايت بقلب الجاكيت؟ احسن ما تفوت لي بالحيط. نورت المدرسه بوجودك يا بيك. تفضل يا استاذ. عايز هورات. تفضل يا اهلا وسهلا. شرفت يا اهلا وسهلا. خير خير. سخن لما بارد. ما فيها سكر. عفوا يا استاذ عفوا. بيك يا مغفل بيك، كيف بتقدم سهولات بدون سكر؟ روح العلاج جيب له سكر. يلا خلاص ما في داعي، بشربها بلا سكر. عفوا يا بيك. يا اهلا وسهلا، اشرقت الانوار، نورت المدرسه بوجودكم يا سيدي. عفوا، كنت بدي اسالك عن الكمبيوترات. شو كمبيوتر؟ الحقيقة ما عنا، بس بتوصياتكم تتوفر الكمبيوترات. مأمون، كارثة يا مأمون. شو؟ مصيبة. احترق المجمع؟ لا ما احترق المجمع، بس ركاكي مين حليت وما عارفين واقف عليها يا مأمون. خير شو صار؟ معتز معتز اتزحلق بجد موزة؟ يا ريت كنت خلصت منه. لك شو القصة؟ مأمون لقطني أنا عم بسرق الغلة. ولي مصيبة وبعدين؟ شو بعدين؟ هرب مني وراح يخبر عبده. يا لطيف، وانت ما لقيت تسرق الا قدام معتز؟ معقول يا مأمون انا اسرق قدامه بخاطري؟ انا كنت عم بسرق الغلة. ايه؟ التفت هيك لفوق ما لقيته غير فوق راسي. بام 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 بام. لا لي اي حل، اي طريقة دبرني يا مأمون. بام بام بام. لقيتها. شوية اسمع. هات. بتقول له انا ما كنت عم بسرق، ايدي هي اللي سرقت. ايه وبعدين؟ حسب الشرع بيقطعوا لك اياها. اولي اي اي لا ما في حل غيره. في. شو هو؟ هلا بلك. دايما صحتين ان شاء الله فيها العافية. الله يعافيك، شكرا كثير. لا تاخذونا على هذا التقصير اللي صار. لا لا ولو اعوذ بالله، انا عطلتك يعني، انا اسف كثير، بس كانت الزيارة ضرورية. ممكن اعرف جنابكم بشو طلبتوا؟ بصراحة كنت متمني الوضع يكون احسن من هيك مشان ابني عربي. ابنك؟ وليش ما اجى معك؟ كنا رحبنا فيه. لانه لسه ما شرف. شلون؟ يعني لسه بطن امه. ان شاء الله بيشرف وندرسه عنا. ما بظن. لا يا بيك، هلا انت هيك نزعتها، يعني بفهم منها انه ما راح توصي علينا. وليش لوصي عليك؟ وبصفتي شو؟ بصفتك مراقب. انا لا مراقب ولا شيء، انا مواطن عادي جاي يطمن على مدرسه ابنه. اللي لسه ما اجا وقاعدين نرحف فيك ونوقف قدام معاليك ومو عاجبك لا البارد ولا السخن ولا القهوه ولا زهورات؟ لك صحيح اللي استحوا ماتوا. عيب يا استاذ، شو هالحكي هذا؟ عيب يا استاذ. انا مدير. عفوا يا مدير. لك مدير ماني فاضي لك، روح من وشي. عفوا يا مدير. اف عبدو عبدو يا عبدو. شبك شبك معتز، ليش عم تصرخ؟ اهلنا ده وينه عبدو؟ مو هون. وين راح؟ راح على المدرسة. شو راح يعمل؟ راح يشوف مدرسة مشان عربي. طيب مو بكير على الشغلة هلا؟ لك انت بتعرف ابوك بحب يحضر كل شيء مشان ما يتفاجأ بالمستقبل. ندى انا مسكت حسون عم يسرق من الغلة. حسون؟ ايه حسون. لكن انا اذا عرف عبدو كثير رح يتضايق. انا بلغتك وما عاد عليك شيء.
نحن إذا ما بجيب آخرتك يا حسون ما بيكون اسمي معتز. خير سيدي شبه شوفي خد خد شوف شو قاعد بعده خد هاك شوفها يا لطيف شو ها كلام مثل القنابل هاد شلون سمحوا له ينشره اعوذ بالله بص ايدي انا من هون اذا ما كان عبده مدعوم يا سيدي حسب تحرياتي واستقصاءاتي ومتابعاتي للموضوع وقدراتي ولك اختصر اختصر انا اكتشفت انه جعفر هو اللي داعمه لا لا طول بالك سيدي هلا بتنفجر ها ايوه اي نعم هون بيت المليونير عبدو وليش مو عجبتك المقالة؟ لا ما فيها شي غلط المقالة معلش لو سمحت ما تقل ادبك لهلا انا كثير محترمتك ولا ليه مو عجبتك المقالة ولا ليك محلي طلعت لك لا تدفع تنتين فاهم؟ يبعت لك همة سكر شبان جد جبان سلامات خير خير شوفي ما بعرف شو اللي صار شايف بسمار اللي ضرب الدولاب هذا اللي نفذك شو؟ يعني نفذك انت كنت بدك تدعس على بسمار وقمت الله الله هيك ضرب السيارة حتى ما انت تدعس على بسمار لا تأخذنا دخيلك طيب. عدم المؤاخذة اي خدمة؟ الحمد لله على سلامتك الحمد لله على السلامة بدك خدمة شيء؟ لا لا سلامتك شكرا سلامتك يلا خاطركم الدولاب هلا بغيره عبدو حبيبي رد على التليفون قالوا نعم نعم أهلا وسهلا سيد نعم نعم ما 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 السلام عبدو بفشر امحو ولا شعيره شعيره زيدي شعيره لك ليش حدا شافك حدا انتبه لك اوعى ولا بيخرب بيتنا جعفر شافني زيدي جعفر ولي جعفر شافك مصيبه ضيعت لي مستقبلي ولك انا الحق علي اللي اعتمدت على واحد اجدم بضحكتك ولك خرب بيتك من حالك ولك احكي شو صار احكي مو الحق علي الحق على المسمار ما فهمت شو المسمار سيدي هو طلع من البلاهي شفته دعست بنزين وهجمت عليه وبدي فوت فيه قام طلع مسمار وفجر الدولاب قمت كنت رح اموت سيدي انا كنت رح اموت بس ايه وبعدين النقدي احسن من الدين طبعا هذا يا سيدي شافني جعفر هجم عليه بعد فت بالحيط كنت رح اموت يا ريتك كنت بتت وتحت منك وتقعد بجنازتك انا الحق علي اللي اعتمدت عليك اعتمدت على واحد اقدم مثل حكايتك روح نقلع لك نقلع من وشي غبي عبدو شو بقى اخي عبدو الحمد لله فتح عيونه الحمد لله خير ما في شيء الحمد لله طمني ندى ما في شيء الحمد لله انا ارتعبت فكرت صاير معه شلطه جيت مرعوب حلمت حلم الله حسيته محلم حسيته واقع خير اللهم اجعله خير قال هو اتصل فيني
وقال انه قرا المقال تبعي وعجبه كثير وقال الافكار اللي فيه هن بدهم يتبنوها وقال لي بشد على ايدك وقال لي بدي معنوياتك تكون فوق ولا يهمك ونحن بندعمك. عبدو اخي يا شباب يا شباب نحن لازم نطبش بشر بصله ونشممه اياها او ندلق عليه سطل المي. لا هاد بنشممه انا شادر. لا يا جماعه هلا انا بلدع كفنه وخلفي. لا حسون بتورم لي خدوده. ما نحن لازم نفهم شو الموضوع ولازم نعرف مين اللي اتصل فيه. لك عبدو حبيبي شوف حرارته. في حرارة بلوب معتز تعا شوف نبضه. أخي عبدو ما بتنبض. عوض بسلامته قلبه ما في ولا دقة ما في أمل مناخيره ولا نفس. عطر ايديك في يعني يا حبيبي يا حياتي. عبدو شو صرك يا عبدو؟ خير شوفي شو هذا عبدو هلا وقت الغداء تبعكم؟ عبدو مين حكى معك؟ حكى معي مين؟ قلبي معقول حسون